معنا الدكتور عادل أتريبي، أستاذ أمراض القلب في كلية طب عين شمس، والرئيس الحالي لشعبة قسطرة القلب، والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب ولقسم القلب بطب عين شمس. حقيقة احنا النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو كلنا بنسمع عنه، وهو قصور الشرايين التاجية وكيفية علاجها. لأن الحقيقة في تضارب كتير بيوصل للمستمع على طريقة العلاج المثالية للقصور الشرايين. القصور الشرايين عشان نبقى عارفين، هو عدم قدرة شرايين القلب على إيصال الدم والأكسجين إلى عضلة القلب، مما ينتج عنها قصور في الدورة الدموية للعضلة، مما ينتج عنه بعض الأعراض أهمهم على الإطلاق طبعا ألام الصدر. المشكلة بتنشب في تشخيص المرض ثم في تحديد نوعيته. احنا بنقسم القصور إلى قصور مستقر وقصور حاد. القصور المستقر المقصود به إن أنا مريض عنده ألام في الصدر بقالها 10 سنين بنفس الدرجة وبنفس كمية المجهود، ودي طريقة علاجها مختلفة تماما عن القصور الحاد. القصور الحاد اللي احنا بنسميه الأزمات القلبية، اللي هو واحد طبيعي تماما ثم فجأة جاله ألم شديد في صدره، يعني منعه من ان هو يتحرك، وعمل عرق شديد وألام شديدة في الصدر مش ما بتختفيش، واضطر يروح للمستشفى. ده النوع اللي هو بنسميه القصور الحاد. القصور الحاد التعامل معاه أكثر حدة زي ما هو تشخيصه، ولازم نتأكد إن فيه يعني تعامل جيد وسريع مع القصور الحاد. القصور الحاد يشمل الجلطات ويشمل الأزمات القلبية. الجلطات علاجها واضح عن طريق والله رحت مستشفى فيها قسطرة، يبقى القسطرة والتوسيع والدعامات اللي بنسمع عنها هي الحل المثالي وأفضل بكتير من العلاج الدوائي. طيب واحد يقول لي طب انا افترضت انا في حته نهائيه وما عنديش قسطره في المنطقه دي، اعمل ايه؟ اللي هعمله ان انا هروح المستشفى وفي ادويه مذيبه للجلطات بتتاخد اول 3 ساعات. فعندنا مقوله بتقول ان الوقت، انت عارفينه طبعا الوقت من ذهب، هنا الوقت يساوي حياه. كل ما اتاخر في التوقيت ذهابي للمستشفى كل ما الاثار والاضرار اللي هتحصل من الازمات القلبيه هتزيد. عشان كده بننصح دايما ان لو حصل الم في الصدر لاول مره للمريض انه لابد يتوجه فورا لاقرب مستشفى. هنعمل حاجتين، هنعمل رسم قلب، التاريخ المرضي هياخده الطبيب، لو لقى التاريخ المرضي مع رسم القلب في ازمه قلبيه حاده عندي حلين. لو انا في مكان نائي وفي مستشفى مبتعد عن اماكن الحضاره والمتحضره والجاهزه، يبقى في الحاله دي هياخد الدواء المذيب للجلطات. لو في مكان قريب من احد المستشفيات المعروفه في المنطقه انها بتعمل قسطره 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، هتوجه للقسطره، لان القسطره الحقيقه هي الحل المثالي مش مذيبات الجلطات. طيب لو انا بقى عندي قصور مستقر، وهي دي القضيه، القصور المستقر في كبار السن قد يكون العلاج الدوائي مناسب اكتر من التدخلات الا في حالات محدده. هو قصور مستقر بس مخلي المريض مش قادر يمارس حياته الطبيعيه، هو قصور مستقر لكن ابتدى ياثر لي على عضله القلب ووظائفها، هو قصور مستقر لكن الالام متكرره بدرجه معيقه للحياه. في الحاله دي بنعمل بعض الابحاث من ضمنها رسم القلب ومن ضمنها الموجات الصوتيه، ولو اتضح فعلا ان القصور ده ممكن يسبب خطوره على مريض القلب، يبقى في الحاله دي بنمشي في اتجاه القسطره والدعامات، وقد يكون جراحة القلب وجراحة الشرايين. فأنا عايزين نقوله إن مش كل حالات قصور الشرايين بنلجأ للقسطرة، لكن حالات القصور الحاد لابد من القسطرة، حالات القصور المستقر في بعض الأحيان القسطرة هي الحل الرئيسي والمناسب للعلاج. أتمنى إن تكون المعلومات دي فادتكم، وأتمنى إن احنا في المستقبل نتكلم على مواضيع أكثر أهمية وأكثر استفادة من اللي احنا بنقوله دلوقتي، وشكرا.